السلام عليكم ورحمة الله. في ناس كتير لما بتروح تشتري إطار جديد للسيارة بتبص على حاجتين اتنين بس، الشركة الصانعة للإطار وتاريخ الإنتاج اللي مكتوب على الإطار، مع إن في 8 عوامل تانية هي اللي بتحدد لك هل الإطار ده يستحق الفلوس اللي هتدفع فيه ولا لأ. اللي هعمله في الفيديو ده هو إن أنا هشرح لك التمن عوامل أو التمن عناصر دول، بحيث إن أنت لما تروح تشتري الإطار ما تكونش مرتبط بالشركة الصانعة بقدر ما تكون مرتبط بجودة الإطار، علشان في النهاية تاخد أفضل قيمة مقابل سعر. لما نتنقل للجزء العملي هتفهم انا بتكلم على ايه. قبل ما تشتري اي اطار جديد ارجع لكتالوج السيارة علشان تعرف الاختيارات المسموح ليك بتركيبها من مقاسات الاطارات، واول حاجة تبص عليها وانت بتشتري هي تاريخ انتاج الاطار، وبيكون مكتوب بالاختصارات زي الرقم ده 4920، الرقمين اللي على اليمين بتوع السنة معناهم سنة 2020، لو الرقمين اللي على اليمين 21 يبقى معناهم سنة 2021 وهكذا، والرقمين اللي على الشمال 49 معناهم الاسبوع 49 من سنة 2020، ولو قسمت عدد الأسابيع على السنة هتلاقي إن الإطار ده إنتاج آخر شهر 12 سنة 2020. تاني حاجة تبص عليها هي التريد وير أو معدل التآكل بتاع الإطار، هنا مكتوب 300، كل ما الرقم ده زاد كل ما كان أفضل، وكل ما قل كل ما كانت نسبة التآكل أعلى وأسرع. تالت حاجة تبص عليها هي التراكشن، والمقصود بيها قوة تماسك الإطار على الطريق، والتصنيف بتاعه في المنطقة العربية بيبدأ من سي وينتهي بدبل A. افضلهم هو الدبل A واقلهم هو C. نروح بعدها لاكبر ارقام مكتوبة على الاطار وهي مقاس الاطار، 225 هو مقاس عرض الاطار بالملي، وال 65 تعني الارتفاع الجانبي للاطار يساوي 65% من عرض الاطار، R بتعني تركيبة قطرية لخيوط طبقات نسيج الاطار، 17 مقاس الجنط اللي يركب عليه الاطار، 102 V ده كود مقسوم نصين، 102 ده كود بيرمز لتحمل الاطار من الوزن، ولما ترجع لجدول الاكواد هتلاقي 102 دي معناها الاطار الواحد بيتحمل 850 كيلوغرام، في بيرمز لاقصى سرعه يتحملها الاطار، وفي حالتنا الاطار ده بيتحمل لحد سرعه 240 كيلومتر في الساعه. في سيارات تانية بتلاقي قبل مقاس الاطار حرف بي، وده معناه انه مصنوع وفقا لمواصفات بي متريك الامريكيه المخصصه لسيارات الركوب الشخصيه، ولو لقيت حرف ال تي فده معناه انه مخصص للشاحنات خفيفه الوزن، تي للاطارات الاحتياط الصغيره اللي بتيجي مع السيارات الجديدة. عدم وجود اي حروف معناه ان الاطار مصنع وفقا للمقاييس الاوروبية. هتلاقي احيانا رمز E4 وتعني اعتماد الموافقة على الاطار حسب لوائح المفوضية الاقتصادية الاوروبية، حرف E يعني اوروبا، ورقم 4 بيدل على البلد اللي تم فيها الاختبار، والرقم اللي جنب منها ده رقم الموافقة على الاطار. ماكس لود بيعني اعلى وزن بيتحمله الاطار الواحد، يعني مثلا السيارة وزنها 1300 كيلو وفيها 4 افراد بالغين وأمتعة، يعني نقول مثلا إجمالي 1800 كيلو بيتقسموا على 4 إطارات، يعني كل إطار عليه 450 كيلو جرام وزن، 1874 LBS هو 850 كيلو جرام، بس ده بالرطل وده بالكيلو جرام، AT 350 KPA هو 51 PSI ده بالكيلو باسكال وده بالبي اس اي، وهو هنا بيقول لك إن أعلى ضغط يتنفخ عليه الإطار ده هو 51 PSI. آخر حاجة هي كلمة تمبريتشر ودي بتعني قدرة الإطار على مقاومة وتصريف درجة الحرارة اللي بتنتج أثناء السير على الأسفلت، والتصنيف بتاعها A B C، أفضلهم A وأقلهم C. لما تشوف حرفين HP فده اختصار لكلمة هاي Performance أو الأداء العالي، ودي إطارات بتكون استجابتها أعلى في التوجيه وفي الفرامل وفي التماسك على الأسفلت. لايك وشير للفيديو لأن أكيد المعلومات دي هتنفع الناس اللي رايحة تشتري إطارات جديدة لسيارتها، وبعد ما تضغط على زر الاشتراك في القناة فعل إشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس. بكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.